مريم، اهلا وسهلا فيك انت والوسيط تي في عندنا بحلقة رنتكار. نحن معروفين نحن بالسيارات اللي مش موجوده وين ما كان. كرمال هيك عندنا شوي هيدا هالتاتش الغير شكل عن غيرنا، انه سياراتنا فخمه حلوه جديده ما في منها كثير بالبلد، غير انه معروفين لاستقبالنا الحلو، لخدمتنا الحلوه، لمعاملتنا اللي ديركت مع الزبون. يعني نحن بحلال رنتكار انا جوزي ولادي حتى الاكيب العمل اللي بنشتغل معنا بنشتغل كعائله مش كموظفين معنا، سو عم نشتغل من قلبنا تنوصل خدمتنا للزبون بيطلبوا منا خدمه بطريقه حلوه، بطريقه ما يحس حاله انه زبون جاي غريب. يحجز على الانترنت، في عنا ويب سايت تقريبا موجودين كل انواع السيارات مع اسعارهم، وفي عن طريق التليفون، لانه اجمالا صارت دعايه من زبون لصاحبه لقرايبه لجيرانه لمعارفه، بيجي بياخذ من عنا بيتصل فينا على التليفون، بنبعث له السياره على المطار او على الاوتيل او وين بحب. لكن هلا انا وياك بننتقل بركي شوي بنحكي عن كم سياره موجوده بالمعرض وشو انواع السيارات وبناخذ شوي فكره عن الاسعار. اهلا وسهلا فيك. يعني الزبون في عنده كذا نوع يقدر ينقي يلي حسب البجيه تبعوله، في نقي سياره ب $20 ل $2000. واذا بدنا نحكي بعدد السيارات، عدد السيارات تقريبا بدك تقولي تقريبا شي 800 سياره الفليت كله سوا، وكلهم موديل 2009 2010. ثلاث ارباع السيارات باللكجوري كار، يعني نحن معروفين مثل ما قلت لك قبل بالسيارات الفخمه والسبورتس كار، السيارات الجديده الحلوه الاوريجينال يلي ما في منها برا. هذه السيارة أستون مارتن موديل جديد، إجمالاً بيطلبوها الشباب. ليش؟ لأنها سيارة سبور سريعة، أجارة ديبند عن حسب كم يوم، بس مبدئياً بال $1500 يومياً. هذه سيارة البنتلي يلي معروفة إنها فخمة، مرغوبة كتير من العرب يلي بحبوا السيارات الفخمة. كده تقريبا بتأجوها بنهار العرس؟ العرس هي بيطلع بادجت كله سوا مع شوفر مع بنزين يكمبري كل شيء، يعني تقريبا بال $2000. منشان عرس، منشان إذا شي حدا بده ياخدها جمعة خمس أيام تقريبا بال $1500 يوميا. أو يكون فراري ولا جاكوار أو الاثنين، نجربهم اثنيناتهم. يعني صراحة أنا احترت وأنا أكيد حيرتكم معي مشاهدينا وزملائي باستوديو، ولكن الحقيقة هي إذا بدكم سيارة فخمة ما إلكم إلا تتوجهوا على حلال رنت كار، وأنا بيناتنا الهيئة نقيت هيدي السيارة. بتلوموني؟